بسم الله من ها هنا من مجلس تنمية وصاب العظيم، تنمية وصاب الشاملة بمجلس الشيخ منصور عبد الله سنان المطحني قائد تنمية وصاب بإذن الله. نبدأ بافتتاح هذه الحملة الكبيرة، حملة المنصور بالله. افتتح الجلسة الشيخ جهاد باثنين مليون، كتب الله أجرك الشيخ جهاد. الشيخ سلطان 2 مليون. بسم الله. الشيخ فهد 500. الشيخ فهد بسم الله مليون. نبيل عمنا نبيل الجوزي 1 مليون ريال أيضا، 50,000 ريال. اسمك الكريم؟ أحمد حمود سند. عمي الشيخ عبد المقروض 20,000 ريال، كتب الله أجرك يا عم عبده. هذا سجل هناك دياب. أوكي. وصلنا عند شفيق 100,000. الأخ حميد عبد الله الحامضة 100,000 ريال. دياب شغل سريع، بندي بعدين. بسم الله. عمي هلال المدير المالي للمشروع 1 مليون ريال، 2 مليون. عمي منصور، عم منصور 2 مليون. الماجدات يتصدرنا الموقف أيضا بقوة بحملة الشيخ المنصور بالله. الماجدة أم وائل أيضا التي تتحمل العناء الكبير كما يتحمله رئيس المشروع أيضا، فهنا تعلن عن تبرعها بمساهمتها ببدلة ذهب. جزاها الله ألف خير على كل ما تقدمه وتنفقه من قبل ومنذ بداية المشروع، ونسأل الله أن أيضا يحذينا الماجدات حظوة أم وائل. الشيخ عبد الله سيف، الشيخ عبد الله سيف مدرس تنمية وصب 100,000. عبد الله سيف 20,000 ريال. اسمك الكريم؟ اسمك محمد يحيى البرعي، استشار المشروع الشيخ العزي 200,000 ريال. ولو انه عمي عبد الله مش راضي، لكن يعني الظروف تحكم. عبد الله عباس، عبد الله عباس مسعود. من؟ عبد الله؟ عبد الله عبد عبد الله الحامضة. دياب الحامضة كم يا عبد الله؟ 20,000 ريال. الشيخ محمد عبد الله القرشي، الشيخ محمد عبد الله القرشي 100,000. طبعا هنا شخصية كبيرة جدا، ولكنه يعني متواضع جدا. نقرب له الميكروفون. 200,000 ريال. الحبيشي 200,000، ونزل السابقة اليوم إن شاء الله 500. والسابقة اليوم بتتسدد إن شاء الله. إذن الحبيشي سجله يا دياب. 20 عن عمي علي مهدي، عمي علي مهدي 20. سليم علي مهدي. منير القاضي، القاضي مفتي وصاب بكلها، كم يا مفتي وصاب؟ 20,000. 50. فاعل خير بواسطة عمي عبد الله سيف 300,000. أيضا الأخ عبد ناجي أحمد ناجي أبو فياض بواسطة أمير مهدي. الشيخ فهد 200,000. الشيخ فهد أحمد حسن الحيط 500,000. محمد عبد الله محمد الجلال 100,000. عبد علي حمود جحانة 200,000. عمي عبده طبعا من الداعمين 200,000. محمد سعد قائد حزام عنه وعن والده المرحوم المتوفي وعن والدته ربنا يحفظها 500,000. طاهر علوان عبده 20,000. هذه هي المقدمة أخي يحيى، هي مقدمة لهذه الحملة المنصورية، وستلي الآن أسماء أخرى بإذن الله.
ستتوافد إلينا. الحملة المنصورية هنا سوف تستمر إلى يوم عيد الفطر المبارك بإذن الله مستمرة، وستستمر تنمية صاب، ولن يهدأ لنا بال حتى يأتي الأسود. ومحمد جحانة نعتبره هنا الإعلامي المتميز، نعتبره أيضا موجود معنا، وننقل له ألف تحية من هذا المجلس العظيم. شكرا لك. أم وائل هنا، الماجدة أم وائل زوجة رئيس المشروع، والتي أيضا هي تعاني وتذوق الأمرين في سبيل هذا المشروع. هنا أيضا تقود، وهي تقود من بداية المشروع بالتبرعات تلو التبرعات، وهذه هي قطعة ذهب، بدلة ذهب لقصر وادي زبيد مساهمة منها، وتعتبر افتتاحية للماجدات بهذا التبرع لحملة المنصور. نتمنى أن يجزيها الله الخير بكل أعمالها وأن يوفقها دنيا وآخرة. وشكرا لكم جميعا. شكرا لك، جزاها الله خير. وضغط لي صورة معه فيديو، لا تحرك. صور هو لا يصلح.